طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي دلوقتي نشرح الموقع بتاع الامريكان سوسايتي فور كلينيكال باثولوجي. مجرد ما بنكتب على جوجل ASCP بيبتدي يظهر لنا الاوبشنز المختلفة، وبعد كده بنخش على الموقع بتاع ASCP. طيب تعالوا بس كده نعرف، لو انت هنا معاك عضوية وعايز تجدد العضوية رينيو ممبرشيب، تقدر تجددها سواء بحضور كونفرنس معين او باجتياز الامتحان. ابلاي for POC exam. POC هنا اختصار Port of Certification الـ exam، لو انت هنا عاوز تعمل الـ application. طيب تعالوا نشوف الـ eligibility بتاعة الـ POC. طيب لو احنا عملنا، عاوزين نشوف الامكانية ان احنا نقدر نخش الامتحان. طبعا هنا بيديك الاول تقرا التعليمات بتاعه الاليجيبيليتي عشان تقدر. طيب خلينا نشوف كده بارت 1، ايه الشهاده اللي انت تقدر تمتحن عشان تحصل عليها. طيب اول حاجه هو هنا بيقول لنا ان البي او سي اكزام رايت فور يو، من حقك طبعا ان انت تمتحن وتحدد الروت بتاعك. طيب خلينا نشوف ايه هو الهايست فوليوم سيرتيفيكيشنز. طبعا اعلى حاجه الام ال اس، ميديكال لابوراتوري ساينتست، ميديكال لابوراتوري تكنيشن، وفي الفيلوبوتومي تكنيشن والهيستو تكنيشن. طبعا الفيلوبوتومي اللي هو سحب العينات، الهيستو بتاع الهيستو او الهيستولوجي او الهيستو باثولوجي. طيب دول اعلى اربعه. خلينا نشوف الاديشنال بعد كده. عندنا البي بي اللي هو البلاد بانك تكنولوجيست، في عندنا السي تكنولوجيست في الكيمستري، تكنولوجيست في الكيمستري، في تكنولوجيست في السيتوجيناتكس في السيتولوجي، في الدبلومه في اللابوراتوري مانجمنت في اداره المعامل، تكنولوجي في الهيماتولوجي، في الهيستو تكنولوجيست، تكنولوجيست في المايكرو، ايا كان اللي انت تقدر تختاره. طب خلينا نشوف الميديكال لابوراتوري اللي احنا عاوزينه، ساينتست، ونشوف النيكست. طيب الاكزامينيشن اليجيبيليتي اسيستنت، خلينا نشوف ان احنا نحدد الشهادات بتاعتنا عشان نقدر نمتحن الميديكال لابوراتوري ساينتست. طيب كومبليت يور الكوتشينير اللي هو عامله لك عشان تقدر تشوفه. وانس يو ميك يور سيلكشن هيت ذا نيكست بوتون تو كونتينيو اسك كويشنز اباوت يور ادوكيشن، هيسالك عن التعليم بتاعك الشهادات بتاعتك وهكذا. هاف يو كومبليتد ان AACLS Accredited Medical Laboratory Scientist Program within the last 5 years. انت حصلت على برنامج تدريبي في الميديكال لابوراتوري ساينتست في اخر 5 سنين، اه ولا لا؟ طبعا هنا كلمة accredited يعني ان انت حصلت على برنامج معتمد. البرنامج الوحيد المعتمد الميديكال لابوراتوري ساينتست في مصر في الـ AUC تحت اشراف دكتور حسن عزازي. طيب حصلتوا عليه ولا لا؟ هنا بقى حدد لي يا جماعة ان انا اقدر اخش في روت 4. تمام، طبعا دي الاوبشن اللي انا اخترتها. في الثمانية الاختيارات تعالى بقى نشوف الاليجيبيليتي بيج في رود 4 ايه المطلوب مني. طبعا بعد ما عملنا التشيك بقدر اخش على رود 4 عشان اشوف ايه المطلوب مني بالظبط في رود 4. ده الجزء بتاع رود 4. طبعا هنا الباكرو ديجري فروم ان اكريدت ابروفال او ابروفد ايديوكيشنال انستيتيوشن بيولوجيكال ساينس كيمستري 5 ييرز اكسبتبل كلينيكال اكسبيرينس ان اكريدت ابروفال لابوراتوري اكسبيرينس ماست انكلود بلاد بانكينج اللي هو الاميونو هيماتولوجي كيمستري هيماتولوجي والمايكروبيولوجي. طبعا ابروفد باي جوفرنينج ريجولاتوري اسوسيشن اور مينستري كانترز وزاويت prevalent system of accreditation approval must have programs educational institutions approved by international advisory board appointed by the ASP board of certification or eligibility.
الجي سي اي. طبعا الاماكن اللي انت هتجيب منها الاعتماد بتاع الخبره بتاعتك لازم تبقى معتمده من جي سي اي او الكاب او ايزو 15189 او اوثرايز باي جوفرنينج ريجوليتور، منظمه حكوميه او هيئه حكوميه او وزاره في دولتك. طبعا وزاره بريفيلانس سيستم اكريديشن ماست هاف لابوراتوري ابروفد باي ان انترناشونال ادفايزري بورد appointed by the ASCP Board of Certification. اهو accept the evaluation agency. تعال نشوف الاكسبيرينس دوكيومنتيشن بتاعت روت 2 و 4 و 5 لازم تكون شكلها عامله ازاي. طبعا دي بالمنظر ده، الاسم فيها والتواريخ بتاعت الاكسبيرينس بتاعتك من هنا زي ما انتم شايفين. طبعا نعمل لها داونلود ودي تاخدها معاك وتعمل لها اعتماد من المكان اللي انت اشتغلت فيه ديسكتوب. طبعا طيب نرجع تاني، ده بالنسبه له. خلينا نشوف الكونتنت جايد لاين، ايه المحتوى بتاعك اللي تقدر الجايد لاين بتاعك اللي تقدر تمشي عليه. طبعا الميديكال لابوراتوري ساينتست ام ال اس according to the American Society for Clinical Pathology ASCP International Medical Laboratory Scientist. عاوزين نشوف الجايدلاين بتاعك. الاكزامينيشن موديل بتاعك لازم تبقى عارف، هيجي لك طبعا الكويتشنز مالتيبل تشويس، لازم تجاوب البيست انسر، تقريبا بيبقى عباره عن 100 كويتشنز في ساعتين ونص. تاني الاريا بقى اللي هو هيفوكس عليها، طبعا تعالوا نشوف كده الاريا اللي هو هيفوكس عليها: البلاد بانكينج، اليورين اناليسز والبادي فلويد، الكيمستري والهيماتولوجي، اميونولوجي، مايكروبيولوجي واللابوراتوري اوبريشن. خلينا نشوف نسبه كل واحده منهم في الامتحان. سي مثلا هم 100 سؤال، يبقى هيجي لك اراوند من 17 ل 22% من الاسئله في البلاد بانكينج، ودي الاجزاء اللي موجوده في البلاد بانكينج هنشرحها بالتفصيل. اليورين اناليسز من 5 ل 10% تقريبا من 5 ل 10 اسئله في الامتحان كله عن اليورين اناليسيس. الكيمستري من 17 ل 22، هيماتولوجي من 17 ل 22، الميكروبيولوجي من 17 ل 22. يعني انت اكبر اربع برانشز عندك هم البلاد بانكينج، البلاد بانكينج تقريبا والكيمستري هيماتولوجي والميكروبيولوجي. 5% هتلاقي الاوبريشنز اللابوراتوري اوبريشن، ايمونولوجي مناعه، هتلاقي اليورين اناليسيس والبادي فلويد. لو نزلنا تحت شويه هتلاقي شرح لنا بالتفصيل البلود بانكينج عباره عن ايه، ايه اللي انت تذاكره في البلود بانكينج. اهو بيقول لك ذاكر البلود برودكتس، الدونرز، المتبرعين، البروسيسنج اللي هو بيستقبل، التستنج بتاعته، الليبلنج، الاستورج بتاعت الانتي كوجمنت اديتيف والتمبريتشر ريكويرمنت، الاستورج والبلود كومبوننتس طبعا لازم تبقى عارفها. طبعا كل ده لازم تقراه طبعا في البلود بانكينج. الفسيولوجي والباثوفسيولوجي طبعا. خلينا نشوف اليورين انس والبادي فلويد 5 من 10%، طبعا كل ده هتعمله داونلود عشان يبقى ريفرنس ليك. هيماتولوجي لابوراتوري السيل كاونت مثلا، ده في الهيماتولوجي. لو طلعنا فوق شويه هتلاقي ده في الهيماتولوجي طبعا، اهو في الهيماتولوجي وهكذا. تمام. طب بتعمل داونلود عشان تشوف اللابوراتوري اوبريشن طبعا، وفاينالي الاكسبيرينس اكسبكتد تو نوز اديشنال كالكوليشن. طبعا لازم تبقى عارف الكالكوليشن بتاعتك، ترانسفيرنس ساتوريشن، تي اي بي سي، توتال ايون بايند كاباسيتي، انكونجيشن دايركت بروبين، ال ال دي ال، كل دي كالكوليشنز تبقى عارفها. ريفرنس رينج طبعا هو مديلك اهو الحاجات المهمه، الهيماتولوجي الحاجات المهمه في هيماتولوجي، بلتليت كاونت، نيتروفيل، البادي فلويد اللي هو السي اس اف او السيبروسباينال فلويد، السيمينال فلويد، اليورين، كل البارامتر المهمه. اند اوف كونتنت للجايد لاين. طب بتعمله داونلود عشان يبقى عندك على الديسك توب، وده الجايد لاين. يبقى احنا كده خلصنا الكونتنت جايد لاين. طب انا هقرا منين؟ يعني هو مديلي العناوين، هو مديلي العناوين الجايد لاين بتاعتي اللي المفروض ابقى عارف المواضيع دي. طيب الريدنج ليست هو بقى بيقول لك طبعا هنا هتلاقوا مراجع كتير جدا، بس اغلبها هتلاقوها بيرشيز مدفوعه او ان انت تشتريها. ولكن طبعا suggested reading for examination preparation
بتقرا من جورنال زي كلينيكال لابوراتوري ساينس، لابوراتوري ميديسن، ده بابليش باي اوكسفورد يونيفرستي، طبعا كلينيكال لابوراتوري ساينس بابليش باي امريكان سوسايتي للكلينيكال لابوراتوري ساينس، وميديكال لابوراتوري اوبزرفر ده بابليش باي الانديفر بزنس ميديا. طبعا التكست بتاعتك اللي هتقرا منها في البلاد بانك مثلا او الهيماتولوجي ده ستاندرد فور بلاد بانك اند ترانسفيوجن سيرفيس، ده النسخه 33 سيتري اديشن تكنيكال مانوال 20 اديشن او 20 اديشن والمودرن بلاد بانكينج ترانسفيوجن براكتس ده 7 اديشن. تمام، في الكيمستري تقرا من كذا زي مثلا انا عاوز الريفرنس ده عندي او التكست ده عندي، بضغط عليه بيقول لي والله تقدر تشتريه من امازون ويتكمل عمليه الشراء بتاعك. طيب لو انا يعني هنقول الانترناشونال بروسيدجر بتاعتك للاكزامينشن والسيرتيفيكيشن، هنا الأسعار اهي لو انت عاوز تمتحن طبعا International Medical Laboratory Technician. احنا طبعا حددنا International Medical Laboratory Scientist، Medical Laboratory Scientist الفيس بتاعتها $200 يعني ده بتاريخ طبعا يناير 2022، بس احنا دلوقتي في شهر 6 2023 لسه ما اتغيرتش، بس هو قالك في إمكانية للزيادة 10% ابتداء من 1/7 اللي جاي 1/7/2023، واعتقد مصر من الدول اللي ليها ديسكاونت. طبعا هعمل داونلود لو عاوزين نعمل ابلاي ناو، هنضغط هنا ونعمل ابلاي ناو، بس الاول لازم نعمل تسجيل على الموقع. دي كانت محاضرة خفيفة كده عن ايه هي الحاجات الاساسية اللي انا ابقى عارفها عن امتحان البورد الامريكي والشهادات المؤهلة لده، وازاي اخد بداية الطريق عشان ابتدي اذاكر، سواء التكست او الريفرنس بتاعتك اللي تذاكر منها، الموقع بتاعك ازاي تتعامل معاه كموقع الاس سي بي وهكذا. شكرا ليكم، وان شاء الله نتقابل في محاضرة جديدة.